فيلمنا بيبدأ مع نيك، طفل صغير بيحب الاختراعات زي والده المخترع وين اللي بيقضي أغلبية وقته في المعمل بتاعه، وده اللي بيخلي ديانا مراته تسيب له البيت كتير وبتروح تقعد عند والدتها عشان تريح دماغها من الدوشة اللي بيعملها جوزها، وبتكون إيمي هي المسؤولة عن رعاية نيك أما تكون مامتهم سايبة البيت. وبيروح نيك لوالده في المعمل بتاعه عشان يوريه الجهاز اللي هو عمله شبه جهازه، ولكن وين ما بيهتمش بيه، وبيكون كل همه انه يخلص الاختراع بتاعه الخاص بتقليص الجزيئات وتصغير الاجسام الكبيره، وبيعمل تجربته على تفاحه ادم الكلب بتاعه، لكن التجربه بتفشل والتفاحه بتنفجر في وشه. واخيرا بيقرر وين انه ينضم لبنته ايمي وابنه نيك على الفطار المحروق اللي عملته ايمي، وما بيكملش 5 دقايق معاهم وبيفتكر ان عنده مؤتمر علمي مهم، وبيضطر يلم حاجته بسرعه ويتحرك على مكان المؤتمر، وبيقول لهم ان والدته هتيجي اخر اليوم ولازم ينظفوا البيت كويس على ما تيجي. وبيبدا نيك انه يجز العشب بالمكنه، وبتنظف ايمي المطبخ وهي بترقص، وبيشوفها من الشباك جارهم راس، وبيبان انه معجب بيها، وبيكون اخوه الصغير رونالد بيلعب في جنينه بيتهم بمضرب البيسبول، وبيضرب الكره بالغلط وبيكسر ازاز معمل وين، وبتدخل تخبط في الكمبيوتر وآلة التصغير اللي بيحاول وين انه يخترعها، اللي بتبدا تطلع اشعه على كل اللي موجود في الاوضه وتصغر حجمه فعلا، فبيجبره راس اخوه انه يدخل لآلة وين ويعتذر لهم عن اللي حصل، وبيطلع نيك مع رونالد عشان يديله كورت وينظف الازاز المكسور. واول ما بيدخلوا من باب المعمل بيضرب شعاع من الآلة ناحيتهم، وفي نفس الوقت بيفشل دكتور وين في المؤتمر بتاعه اللي كان المفروض يقدم فيه فكرة آلة تقليص الحجم، لكن كل الموجودين بيستهزئوا بنظريته وانها غير قابلة للتنفيذ. وبتلاقي ايمي وراس ان رونالد ونيك اتأخروا فوق وبيطلعوا عشان يشوفوهم، وبمجرد ما بيدخلوا من باب المعمل هم كمان بيتضرب عليهم أشعة من الآلة وبيظهر حجمهم جدا أقل من حجم مسمار، وبيلاقوا رونالد ونيك هم كمان صغروا وان كل حاجة في الأوضة بقت أضخم منهم بكتير. وبيوصل نيك بيته وبيكون متضايق جدا بسبب فشل آلته مؤتمره، وقبل ما بيدخل معمله بتقع الكوره من على الآلة وبتفصلها عن العمل، وبيحاول اولاده انهم يندهوله عشان ياخد باله منهم، ولكن لان حجمهم صغير فصوتهم ما بيبقاش واصل لنيك، وبيروح نيك ناحيه الآلة بتاعته وبيفضل يكسر فيها بسبب فشلها، فبيحاول الاولاد انهم يهربوا من جنب الآلة بسبب الحديد والمسامير اللي بتطير منها عليهم. وبعد ما بيخلص نيك تكسير في الآلة بيلم كل اللي عمله بالمقشه، وبيحاول الاطفال انهم يهربوا عن طريق المقشه، ولكن نيك بيلمهم هم كمان من ضمن التراب وبيرمون في السله بتاعته، وبيلم كيس السله وبيرميه قدام البيت، وبيقدروا انهم يقطعوا كيس، وبيلاقي ان والدهم رمى الكيس في اخر الجنينه وانهم لازم يمشوا الجنينه كلهم لحد ما يوصلوا لبيتهم تاني، وبيتزحلقوا على الزرع لحد ما بيوصلوا ارضيه الجنينه، وبيلاقوا ان طير كبير بيطير فوقيهم وبيستخبوا تحت مشروم، وبيلاقوا ان الطير ده عباره عن فراشه عاديه بس بالنسبه لهم حجم الفراشه ده ضخم جدا. وبيحاول نيك انه يحسب طولهم بالنسبه للاطوال اللي حواليهم، وبيقول لهم ان طولهم حوالي ربع انش يعني تقريبا 60 مللي، وان قدامهم مسافه طويله لحد ما يوصلوا للبيت. وبيتحركوا في الجنينه وبيلاقوا ديناصور اللعبه بتاع نيك اللي كان ضايع منه، وبيلاقوا قدامهم نهر ميه فيه حشره ميته، وبيقولوا انه مستحيل يقدروا يعدوا من النهر. وبيفكر نيك انهم ممكن ينادوا للكلب بتاعهم لان الكلاب عندهم حاسه السمع قويه، ويركبوا عليه ويوصلوا البيت اسرع. وبيحاولوا انهم يطلعوا على قمه ورد عشان يصفروا للكلب ويجي، لكن القطه بتاعت راس بتجري وراه وبتخوفه وبتخليه يرجع يستخبى في بيتهم تاني. واثناء ما نيك كان بيحاول انه ينادي على الكلب بتاعه وبيقع في قلب لقاح ورده، والمفروض انه بيكون عنده حساسيه من اللقاح لكنه ما بيتعبش من اللقاح بسبب صغر حجمه، وبيلاقوا ان في نحله هجمت على نيك وهو في قلب الورده وبتاخده وبتطير، وبيحاول راس انه ينط عليه عشان ينقذ نيك لكنها بتطير بيهم في الهواء، وبيفضل راس ماسك نيك كويس عشان ما يقعش منه، وبتطير بيهم في كل الجنينه ووسط الهدوم، وبيشوف وين النحله وهي بتطير وبيحاول انه يموتها بمضرب البيسبول بتاع رونالد، لحد ما النحله بتنزل وسط الزرع تاني وبتهدى وبيقع راس ونيك من عليها. وبيستغرب وين ان في مضرب بيسبول في بيته مع ان ابنه نيك ما بيلعبش بيسبول، وبيبص لمعمله بيلاقي ان ازاز الشباك بتاعه مكسور، وبيطلع معمله بيحس انه داس على حاجه تحت رجله، وبيجيب العدسه المكبره وبيكتشف انه داس على الكرسي بتاعه وجنبه الكنبه اللي بيحبها، يستنتج ان اولاده صغروا في الحجم وان والدته نجحت في تقليصهم. وبيفضل يدور على اولاده بالعدسه المكبره لحد ما بيوصل للمقشه وبيفهم انه رمى اولاده في كيس السله، وبيطلع جري على الكيس وبيلاقي ان في فتحه في الكيس، وبيتاكد ان اولاده هربوا منه للجنينه، وبيخاف انه يدوس في الجنينه بتاعته، وبيفضل ماشي على السور الخشب عشان ما يدوسش عليهم، وبيرجع جري على معمله. وبيكون رونالد بيحاول انه يفوق نيك اللغم عليه من اثر الوقعه من على النحله، وبيبداوا انهم يدوروا على ايمي وراس، وبيجهز وين منظاره، وبيبقى ماشي على عصايتين عشان يتجنب انه يدوس على الاولاد، لكن العصايه بتشبك في حنفيه خرطوم الجنينه، وبيشغل نظام الرشاش بالغلط، وبتكون نقطه الميه بالنسبه للاطفال كانها قذيفه بتتضرب عليهم، وبيحاول وين انه يرجع بسرعه للحنفيه ويقفلها، لكنه بيتكعبل في الخرطوم تاني، وبيحاول الاطفال انهم يهربوا من نقط الميه باي شكل او يستخبوا تحت اي حاجه. وبتشوف ايمي اخوها وبتنادي عليه، ولكن نقطه ميه كبيره بتخبطها وبتوقعها في بركه كبيره، وبينط وراها راس عشان ينقذها من الغرق لان البركه بالنسبه لهم غويطه، لحد ما بيقدر راس انه ينقذها، وبيقدر نيك انه يقفل رشاشات الميه بسرعه، وبيخترع آلة عشان يكمل بحث عن اولاده في الجنينه من غير ما يدوس على الزرع.
وبيكونوا الاولاد بينظفوا نفسهم من الطين ومن اللي حصل لهم بسبب الرشاشات، وبيكملوا طريقهم للبيت، وبيتكلموا عن انهم جعانين جدا، وبيلاقوا ان قدامهم بسكوته واقعه بين الزرع وبيجروا عليها وبياكلوا منها، لحد ما بيلاقوا ان في نمله فوق البسكوته وبيحاولوا يستخبوا منها لانهم بيكونوا متاكدين انها مش نمله واحده اللي هتكون حوالين البسكوته. وبيقترح نيك انهم يحاولوا يركبوا على النمله قبل ما باقي النمل يجي، وانهم يحاولوا يوجهوا النمله ناحيه بيتهم وبكده هيوصلوا اسرع. وبيفشلوا كلهم انهم يتحكموا في النمله لحد ما بتمسك ايمي حته بسكويت النمله وبتبدا انها تمشي ورا ايمي في هدوء، وبيركبوا عليها وبيربطوا البسكويت في عصايه قدام النمله عشان يتحكموا في اتجاه مشيها. وبيضطر راسل ومراته انهم يبلغوا البوليس عن اختفاء اولادهم رونالد وراس، وبيحقق البوليس في اختفاء الاولاد، وبيلاقوا ان البيت اللي جنبهم عامل هو كمان بلاغ عن اختفاء اولادهم، وبتكون ديانا هي اللي بلغت. ولكن وين بيجي لها ويقول لها ان قالته نجحت وانه عارف ولاده فين. هو بيوريها الكنبه والكرسي بتوعه، وبتفرح ديانا لان الاله نجحت، وبتساله عن مكان الاولاد وبيحكي لها عن اللي حصل من الاول، فبيغمى عليها من اللي بتسمعه. وبيكون الاولاد لسه في طريقهم للبيت، وبيقرر انهم يسيبوا النمله ترجع لبيتها لانها اكيد تعبت، ويكملوا هم طريقهم مشي. وبيكون الليل دخل وديانا فاقت وبقت تساعد وين في البحث عن اولادهم في الجنينه. وبيطلع راسل من بيته عشان يشرب سيجاره وبيلاقيهم بالشكل الغريب ده، فبيرمي السيجاره في الجنينه بتاعتهم وبتوع جنب اولاده، وبيستغلوا نار السيجاره في انهم يولعوا في اغصان الزرع عشان تنور لهم طريقهم. وبيقرر وين انه يبلغ جيرانهم باللي حصل لاولادهم، وبيحاولوا انهم يشرحوا لهم اللي حصل وان اولادهم صغروا في الجنينه بتاعتهم، ولكن راسل بيقولوا عليه انه مجنون وان دي حاجه مستحيل تتصدق، وبياخد مراته وبيرجع بيتهم. وبيكون الاولاد تعبوا من المشي وبيلاقوا قطع من قطع الليجو، وبيقرروا انهم هيناموا فيها لتاني يوم لحد ما الشمس تطلع، لكنهم ما بيلحقوش يستريحوا وبيلاقوا ان في عقرب بيهجم عليهم، وبيفضلوا يصرخوا لحد ما النمله اللي كانوا راكبين عليها تسمعهم، وبتحاول النمله انها تساعدهم عشان يهربوا من العقرب، لكن العقرب بيسيبهم هم، وبيحاول انه يقتل النمله وبيحاولوا انهم ينقذوها منه، وبيفضلوا يضربوا العقرب بالطوب والعصيان اللي حواليهم لحد ما بيسيبهم وبيهرب، لكنه بيكون لدغ النمله وقتلها. وبيناموا في قطعه الليجو لتاني يوم لحد ما الشمس تطلع، وبيجي تومي صاحب نيك عشان يستخدم مكنه جز العشب زي ما نيك كان قايل له، وبيكون لابس سماعات على ودانه ومش سامع حد، وبيبدا انه يمشي بالمكنه على الزرع، وبيحس الاولاد بزلزال شديد في الارض وبيعرفوا انها من المكنه، وبيجروا يدوروا على اي حاجه تحميهم منها لحد ما بينزلوا جحر صغير يستخبوا فيه. وبيسمع وين وديانا صوت المكنه، وبيفضلوا ينادي على تومي صاحب نيك انه يوقف المكنه لحد ما يسمع، لكنه بيوقف مروحه المكنه عند فتحه الجحر بالظبط، وقوه سحب المروحه بتسحب نيك منهم، وبيحاول انه يمسك في اي غصن حواليه وبيمسكوا فيه كلهم، لكن المروحه بتسحبهم وبترميهم بعيد عن المكنه لحد ما وين بيقفل المكنه بنفسه. وبعد ما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم قربوا من عتبه البيت، وبيلاقوا ان الكلب بتاعهم جنبهم وبيمسكوا في شعره، وبيقولوا له انه يروح لوالدهم، وبيطلع الكلب على ترابيزه الفطار، وبيقع نيك في طبق الاكل بتاع وين، وبيكون وين هياكله لكن الكلب بيعضه، وبيبص في معلقته بالصدفه وبيشوف ابنه في المعلقه وبيشاور له على الباقي، وبيقدر انه اخيرا يجمعهم، وبينادي على اهل راسه وبيكمل تجاربه على التفاح عشان يتاكد انها تنجح في تكبير اولاده من تاني بدون فشل. وبيقول وين انه هيحتاج يعمل التجربه على حاجه حيه، وبيلاقوا ان راسل اتطوع ان هو اللي يتعمل عليه التجربه وبتنجح التجربه، وبيقدر وين انه يصغر راسل، وبيعكس وين البيانات اللي دخلها وبيقدر يرجع راسل تاني لحجمه الطبيعي، وبيعمل التجربه على اولاده وبيقدر انه يرجعهم تاني لحجمهم الطبيعي، وبيرجعوا اخيرا لاحجامهم الطبيعيه، وبيبقى راسل وين اصحابه وبيعزمهم على الغدا، وبمساعدة الآلة بيقدروا انهم يعملوا عصومات كبيرة بكل سهولة. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية. سلام.